ما حكم من يقول إن الله عرفناه بالعقل؟ لا، الله عرفناه سبحانه وتعالى بالرسل، بالوحي، عرفنا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى عن طريق الرسل، وعرفنا أمره ونهيه عن طريق الرسل، عرفنا الجنة والنار عن طريق الرسل وليس عن طريق العقل. لكن العقل يدل على وجود الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فالعقل يثبت وجود خالق، العقل يثبت وجود خالق، كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج وبحر وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على لطيف الخبير؟ يعني العقل يدل في وجود خالق، لا بد وجود خالق، لكن ماذا يريد الخالق؟ بماذا أمر؟ عن ماذا نهى؟ ما هي صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ هذا لا يعرف إلا بالوحي، لا يعرف بالعقل.